السلام عليكم متابعي قناة عالم النحل، عليه الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. أصدقائي الكرام، اليوم سنتحدث في هذا الفيديو أو سنبين لكم فحص خلية نحل. اليوم التاريخ هو 3/8/2021، تاريخ مسجل أسفل الفيديو، كذلك مدونة عالم النحل أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة. سنقوم مع بعضنا البعض بفحص هذه الخلية. للتذكير فقط، الخلية هذه كانت في الخلية الطولية، ثم قمت بنقلها إلى خلية لانجستروث، لأن في الخلية الطولية لم تتطور، يعني في الآونة الأخيرة لم تتطور بالصفة المطلوبة أو بما كنت أنتظره، فقمت باستبدالها أو تغيير الخلية هنا. غطاء الإطارات يكون دائما موضوع في باب الخلية، ممكن تكون الملكة ملتصقة في هذا الإطار. إذن هاي الخلية أمامكم بتسعة إطارات ما شاء الله. سنقوم بإلقاء نظرة على هذه الإطارات. الإطار هذا الأول إطار عسل، يكون في الحافة دائما، كثافة نحلية ما شاء الله في هذا الوقت، يعني تعتبر شيء رائع ما شاء الله، كثافة جيدة. ممكن حتى نستغل الخلية هذه ليس في القسم، وإنما ممكن إذا تطورت يعني بالشكل المطلوب، سأقوم بوضع العسلة وبها 3 إطارات أو 4 إطارات لكي تجمع العسل. ممكن إن شاء الله إذا كانت بداية الخريف جيدة من ناحية المرعى. نواصل الفحص. شوفوا الإطار الآخر، الإطار الثاني فيه القليل من العسل، ومن الجهة الأخرى يكون هذا فارغ، إطار فارغ. هنا فيه كذلك قليل من حبوب اللقاح. قلت في قليل من حبوب اللقاح، وكذلك قطرات من الرحيق أو العسل. من هنا كذلك نفس الشيء. للعلم فقط، الخلية كنت أغذيها مرة في الأسبوع. إطار حضانة مغلقة ومفتوحة أمامكم، وكذلك في حتى حضانة الذكور. حضانة الذكور هاي هنا، هاي إطار هذا قلنا حضانة مغلقة ومفتوحة. بدأنا نجد الحضانة، هذا كله بيض ويرقات. خرجت الحضنة وقامت الملكة بوضع البيض، وفيه يرقات أو حضنة مفتوحة فقصت، يعني ما شاء الله. هنا كذلك حضنة مغلقة. فيه نحل يسقط، نحل حاضن، وبالتالي سأقرب التصوير أحسن. إذا نشوفوا إطار آخر، هذا كذلك حضنة
تريد أن تخرج تفقس. ربما يتساءل البعض يقول لماذا لا تقسم أحسن؟ التقسيم يجب أن تكون أن تحقق الشروط وهي الذكور والمرعى الجيد، هنا تستطيع أن تقسم. هذه حضانة مفتوحة، الله أكبر. إذن وجدنا إطار 2 3 4 5 حضانة، ماذا أفعل الآن؟ خلي ما شاء الله، سأقوم بوضع إطار منطوط من هذه الجهة. إذن وضعت إطار بين الحضنة والحضنة، حضن المغلقة والحضن المغلقة، لأن الخلية ينقصها إطار في الوسط، فالملكة تريد أن تتوسع في وضع البيض. الآن سأقدم لها التغذية. الآن سأقوم بتقديم التغذية لهذه الخلية بعد أن قمت بفحصها. ما شاء الله فيها حضنة مغلقة وبيض، حضنة مفتوحة والعسل. وضعت لها إطار بين إطارات الحضنة، وقمت الآن بتقديم لها المحلول السكري. أنا أغذيها يعني مرة في الأسبوع فقط، يعني هي من الأحسن مرتين لكي تتطور جيدا الخلية. الملكة ما شاء الله يعني تضع البيض بغزارة، فقط قلت يجب أن أستفيد يا إما بتقوية خلايا ضعيفة منها أو وضع العاسلة بإطارات قليلة، يعني بعدد قليل. ممكن نضع العاسلة بثلاث إطارات أو أربع إطارات ونترك هذه الخلية تجمع العسل. أيام القادمة إن شاء الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة.